على بعد أكثر من 70 كيلومترا في عمق صحراء محافظة النجف، حطت قافلة وزير الصناعة لوضع حجر الأساس لأول مدينة صناعية في المحافظة على مساحة تقدر ب6000 دونم، أملا بإعادة الروح إلى الصناعة الوطنية من خلال إنشاء معامل ومنشآت حديثة في هذه المدينة وفق ما أكده الوزير. حضرنا اليوم في مدينة النجف الأشرف لوضع حجر الأساس للمدينة الصناعية غير الملوثة أو الصديقة للبيئة والذكية في نفس الوقت، وهذه أول مدينة صناعية في العراق بهذه المواصفات. المدن الصناعية عندما تكون في منطقة ما فإنها تساهم في تطويرها من كل النواحي، نواحي اقتصادية، نواحي بيئية، حتى النواحي الاجتماعية مهمة، لأن بجانب هذه المدن ستكون هنالك مجمعات سكنية، معامل ومصانع ومعاهد للتدريب والعمل وتشغيل أكبر قدر ممكن من الأيدي العاملة، أهداف من المؤمل تحقيقها بعد دخول المدينة الصناعية الخدمة في السنوات القليلة المقبلة بحسب الشركة المنفذة للمشروع، التي أكدت ضرورة تواصل الدعم الحكومي للقطاع الخاص والمشترك للنهوض بالواقع الصناعي. راح نمشي بجدول من المعامل حتكون عبارة عن للمشروبات الغازية، للمواد الطبية، للمواد أو المستلزمات الطبية أيضا، للمرمر أيضا، للجام، في شتى أنواع التصنيع. 40,000 عامل في المستقبل إن شاء الله حتكون لهم فرص عمل كثيرة. عندنا تخصصات جديدة راح تدخل ما موجودة في القطاع الخاص. متخصصون في الشأن الاقتصادي أكدوا أهمية إلى الصناعة الوطنية الأهمية القصوى في الدعم وتقليل الروتين الحكومي، لا سيما عند القطاع الخاص للدخول في المنافسة والحفاظ على العملة الصعبة. وبالإضافة إلى وضع حجر الأساس للمدينة الصناعية في النجف، فإن الأخيرة تنتظر استكمال أكثر من 400 مشروع متوقف، البعض منها لأكثر من 10 سنوات لأسباب مختلفة في أبرزها مالية. من النجف محمد رزاق، التغيير.